تآمر يا بلدينا. استاذ بدران ساكن هنا؟ ايوه. امال انت مين؟ انت اللي مين؟ طب استاذ بدران فين؟ سي بدران جو. طب قول لي اني بره. طب ثواني. استنى استنى. خليك انت عروسه. أفندينا؟ أنا ولا أكل معاك الكلام ده. أنا لا يخصني عمروتي ولا أبو سنة. أنا مش موصوف لي في الليلة دي كلها يا حاج إلا خميس. يا رب ما تعليش صوتك أمال. لكن أنا مش متجعجع والصدر المكشوف. الله العمروتي حط سيفه على رقاب الكل اللي هيتحرك تحته هيقابل رب كريم. على نفسه. أنا ما يهمنيش يا حاج. أنا عارف نفسي. كده كده ميت. طب اسمعني يا عم الميت. اسمعني. فرص جايه كتير والطار باين وعزامة تاخدش والفاتحه مردوده بس السكه تفوق والدنيا تسلك ونلاقي له مقتل نضربه فيه. ايوه لو ان انا مش حمل تلات ايام اصومهم. يعني عايزني اعمل ايه يا حد؟ احط جزمه قديمه في بقي واسكت؟ اي ضربه هنضربها له دلوقتي هتبقى زي القرش البراني، لو رميتها هترد في وشك. انما اللي هنا محدش يقدر يوصل له. ساعتها هتبقى قضيه بصحيح. امرك يا معلم. امرك انت والباشا. تكني الحمار. ما تفتحها بيت. ماي شبرا ماشي. عاجبك كده والنبي يا معلم طريقته معايا كده على طول. غبي زي امه، اعمل له ايه؟ ما علينا. نورني يا معلم. روح هاتي لي فحم. من عيني. بس على مالك وانت ماشي؟ حاضر. يا بنت على مالك؟ غبي زي امه. العاشق المتيم بالعيون الملط بيضون. وايه اللي جابك السعادي؟ انا قلت برضو لازم كلامنا يكون ما بين اربع حيطان وباب وشباك مقفول علينا. مش في محل اكل عيش ببانه مفندقه وخرامه اكتر من كوالينه. ملط يا بيضون، انا رمانه اللي فرطت الدنيا في كف ايديها واللي هدومها شاطت من مرمطه الايام، مش هتيجي دلوقتي وتلعب عليا لعبه قديمه زيتي. ايه الساونه اللي انت خارجه منها دي؟ اقفلي السخن وافتحي الساقع شويه، خلينا الركل سنولك كلمتين. انا جاي لك بالمفيد. ما انت قلت لي المفيد وانا رديت وتفتي لسه على خدك. تفتك دي وسامه على صدري وانا ضميتها لدولاب الذكريات وكتبت عليها اهداء من رمانه الى المناضل الوطني الملطي بيضون. باشا ما تلقيش. نعم امال ليه قلت لي؟ بس ممكن في اي وقت يطلبك. انا عارف ان انت مش على هواه اليومين دول، هو كمان مش على هواكي، بس ممكن في اي لحظه يهفوا الشوق، ساعتها لا انا ولا انت هنقدر نناضل ضده ولا نقول له ما ينفعش. وانا استحاله اقول له ينفع. يبقى انت كده بتصوري على النظام القديم وساعتها مش هيبقى قدامي غير حل واحد. ايه روح امك الكلام الكبير اللي عمال تقوله ده؟ انت صدقت البرنيطه اللي على دماغك دي؟ هتعمل لي فيها يا اخويا بتاع سياسه؟ ده انت يا دوبك بتفك الخط، وبعدين حل ايه؟ جت حل وسطى. انك تعتصمي، وقبل ما تعتصمي ترش على وشك شويه ميه نار، يمكن الباشا يتعاطف معاكي، وساعتها هينفذ لك مطالبك الفئويه. تعالى بقى اوريك مطالبي الفئويه يا ابن روحيه. ما يصحش كده يا نجم. عين اتفضل. ايه ده ايه ده بتعملي ايه؟ ادي هدوم الباشا بتاعك، الضرفه اللي عامله زي السجان في بيتي، انا خلاص خدت منها افراج. واحمد ربنا ان خميس ما شافهاش، عشان انت عارف كويس لو كان شافها كان ممكن يعمل في الكل ايه. اهدي على نفسك، لا يطقلك عرق مصر عايزاكي. يلا خد الزباله دي وغوم. ماشي ماشي، انا هاخدها واضمها في دولاب الذكريات، يمكن يحصل لك انقلاب داخلي وترجعي لعقلك.
تصدقي ريحتها حلوة؟ ازاي يا فندينا ما شمهاش؟ والمصحف لصوت ولم عليك الخل، يلا غور يا بريكان. دق يعني رمز الوفاء والإخلاص، يعني الملط بيدون. سلام يا نجمة. انسى بقى السيرة دي يا خميس، ده القانون يا ريس، هو يقول، انما انا لا. وانت سيد العارفين، بعدين في الاخر كله كان عشان مصلحتك. كله طلع شمال. اولاد الرفضي لو ايه، كل الشمال منفذ على بعضه. عسل اسود. 95 اللي يشوفك ولا يصليش على حضرة النبي. الله اكبر، الليله ليله عيد. قوم يا بنت اللي شبه ذكر البط انت. الله يا اختي، الله اكبر، منورنا ومكترنا والله. ومالك عليا حلفان، الود ود يذبحنا البت من البنات. ما تعملوا حركه يا ولايه. الله. اتفضل يا فندينا. وانت تعرف العمروت يا مدران؟ يلا بنروح يا خميس. جثتي انما غصب اعمل ما بدالك. انا طول عمري عايش معاكي غصب،